أعضائي جمعية التواصل الأعمال الاجتماعية حي السلام شطر 6. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أولا أشكر السيد القائد المقاطعة السادسة الذي أتاح لنا هذه الفرصة في هذا اليوم السعيد لصادف 6 نوفمبر تاريخ انطلاق المسيرة الخضراء المضفرة. السيد القائد أشكرك شكرا جزيلا لا حدود له الذي أتاحت لنا هذه الفرصة في هذا اليوم السعيد العزيز على المغاربة جميعا، فشكرا جزيلا. كما أوجه الشكر تائنين إلى السيد القائد الذي أتاح لنا الفرصة للنظافة، فإحنا لأن الجمعيات حي السلام لجمعية الحوار للتضامن الاجتماعي والثقافي والرياضي أتقدم بالشكر بهذه المناسبة، مناسبة تخليد لذكرى المسيرة الخضراء. الشكر للسلطات المحلية وقائد والقائد بصفة القائد ملحقة السادسة بهذه، وأتمنى أن على الساكنة أن تنخرط في هذه الحملة باستمرار في مسألة نظافة الحي. كيفاش كان المواطن خصو يساهم في النظافه؟ ضروري، احنا المجهودات اللي كنقوموا بها لا تكفي، بل يجب على دائما ان تكون مجهودات المواطنين الخيرات الفعال في هذه الحمله. هل هناك برنامج حمله تحسيسيه لفادي السكان باش نوضعوا الاسباب في الاماكن ديالهم؟ السلام عليكم، التحيه الطيبه لجميع الاخوان والاخوات. معكم حسن بسام رئيس جمعيه الاخلاص الوسيط العقاري بمدينه سطات. كنحيوا كافه الاخوان لمجموعين ما هم السيد القائد ولا السلطة، منهم مقدمين منهم أمن منهم جميع الإخوان. وكنشكروا بهذه المناسبة السيد العام الإقليم سطات، حتى هو اللي أعطي التعليمات ديالو في هذه الأوراش الحملة ديال النظافة. وكنشكروا السيد الباشا اللي حتى هو صراحة حتى هو راه كيتضامن في هذه الحملة ديال النظافة هذه. وكنشكروا جميع الاطر، وكنشكروا جريده ديال 24 اللي هي تايا ديما مساندانا، وكنشكروا الجمعيه الاباء تايا اللي واقفه، وكنشكروا جميع الجمعيات ديال المجتمع المدني. السلام عليكم، معكم فتح الله محمد جمعيه مفتاح الخير. بالنسبه للساكنه ديال حي السلام، هي خاصها التعاون مع الجمعيات ديال المجتمع المدني بمدينة سطات وبالمساعدة ديال السيد القائد، ونكونوا يد في يد كاملين باش نتعاونوا كاملين على هذا الشيء هذا، باش نحيدوا هذا الشيء اللي هذا الوسخ اللي كاين في هذه الجهة هذه. وهذا الشيء اللي هذا الشيء راه في الصالح ديال الجميع، راه ماشي غير في الصالح ديال الجمعيات ولا ديال السلطة المحلية، كل شيء خصو ينخرط معنا ونديروا يد في يد بعضياتنا، وراه يكون الخير إن شاء الله. والسلام عليكم.